هل سألت نفسك لماذا هذه الفرحة العارمة وردود الفعل الإيجابية لفوز المنتخب المغربي على المنتخب البلجيكي أو لفوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني؟ سأقول لك، في الحقيقة إن أمتنا العربية والإسلامية تواقة لنصر، أي نصر حتى ولو كان في مباراة لكرة القدم. علها بهذا النصر تتحرر من لعنة الهزيمة التي تلفها والذل الذي يلاحقها منذ عقود، لا بل منذ قرن. إن شعوبنا العربية والإسلامية قريبة من بعضها البعض، تحزن وتفرح لحزن ولفرح بعضها، وإن أكبر الخاسرين ومن دكت شباكهم هم دعاة التطبيع بين الشعوب العربية والإسلامية وبين إسرائيل، وتمثل ذلك بالرفض التام لوسائل الإعلام الإسرائيلية وعدم التواصل معهم. اللهم هيئ لهذه الأمة الخلاص من عملاء إسرائيل، ويومها سننشد معا ما قاله الشيخ القرضاوي رحمه الله: يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك، أنت مني، أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، إخوة نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، نحن إلى الفرج أقرب، فأبشروا. والسلام عليكم.